زلزال هو الأقوى من قرن، من 100 سنة، الأقوى في تاريخ المغرب، وراح ضحيته أكثر من 2000 شخص حسب آخر الإحصائيات. زي ما بتقول الأخبار إنه هو الحقيقة زلزال هو الأعنف أو الأقوى من 100 سنة، كما ذكرت الأخبار كده أو وسائل الإعلام، وقالت إنه هذا الهزة الأقوى منذ قرن. يشيع المغرب الأحد ضحاياه بعد زلزال عنيف الذي دمر جزءا كبيرا من البلاد وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص وفق حصيلة رسمية. من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث. في تركيا وفي سوريا في فبراير الماضي شهدوا أيضا زلزال مماثل. في الجراف الجاي ده حاولنا نرصد أوجه الشبه والاختلاف بين الزلزالين فبراير وزلزال سبتمبر وحتى المنطقتين، كارثة المغرب وزلزال. التشابه تزايد عدد الضحايا، تقارب قوة الزلزال، كان في تركيا 7.8 وفي سوريا في المغرب 7.2 ريختر، والاثنين وقع الزلزال ليلا. في تركيا الزلزالين متتاليين استمرت حوالي 75 ثانية، هزات متواصلة على مدار أيام بعمق 18 كيلومتر ومساحة 150 كيلومتر وعلى امتداد 900 كيلومتر. في المغرب استمر 22 ثانية بس في عمق 8 كيلومتر وعلى امتداد 400 كيلومتر. ايه دلالة تصاعد الهزات الأرضية العنيفة في المنطقة بعد زلزال المغرب؟ وايه حقيقة الكلام عن نشاط زلزالي سيؤدي الى انفصال شبه جزيرة سيناء وانقسام افريقيا؟ وايه موضوع مشروع حرب الامريكي ده، الشعاع الازرق اللي بيتسلط ممكن يعمل حرائق وزلازل او كوارث يعني، ايه هو؟ هل هو موضوع ملوش لازمة؟ كل ده الحقيقة واسئلة اخرى هطرحها مع ضيوفي السيد رشيد جنكاري الصحفي المغربي. سيد رشيد اهلا بحضرتك. شكرا، اهلا، تحياتي لحضرتك. وايضا معايا البروفيسور احمد ملعبه، استاذ الجيولوجيا والبيئه والتغيرات المناخيه بالجامعه الهاشميه. بروفيسور احمد اهلا بحضرتك. اهلا، مساء سعيد. كنا استضفناك قبل كده بروفيسور احمد ساعه زلزال تركيا وحضرتك. هذا السبب اللي خلاني اجي مستعجل، كنت باستديو، لكن لما عرفت حضرتك اللي حتدير الحوار باسلوبك الرائع ضليت جاي على 120 مع مخالفه هتدفعها انت. ده شرف ليا يا فندم والله. المخالفه سهله بس الكلام اللي حضرتك قلته شرف ليا جدا. بشكرك والله، نفتخر بشكرك والله، وانا بخور بوجود حضرتك معايا. خليني ابدا من عند المغرب بعد اذن بروفيسور احمد. في البروفيسور الاستاذ رشيد، الزلزال ده هو الاقوى الحقيقه، هل الضحايا توقف الرقم عند 2012 ولا في زياده في هذا الرقم حسب اخر الاحصائيات؟ واخر الاحصائيات التي قدمت الحكومه هي الان اكثر من 4500 بين قتيل وجريح، واخر احصاء كان هو 2122 يعني قتيل. اظن ان الارقام سترتفع لانك بشكل عام في الزلازل سواء بالمغرب أو بتركيا أو اليابان أو هايتي، كل الكوارث الطبيعية يكون دائما الأرقام في تطور بشكل يومي. لأساسي هو أنه كان زلزال قوي شمل 400 كيلومتر قريب من أكبر المدن، أساسا مدينة مراكش. هذه الأرقام أنا أكيد ستزداد يعني مع تزايد الوقت، لأن هناك عملية عدد الضحايا، بالإضافة أن في عدد كثير من المناطق الجبلية الصعبة الولوج التي تسمح بأن تكون هناك صورة واضحة لمدى عدد الضحايا بهذه المناطق. طيب خلينا نروح للبروفيسور أحمد، أستاذ المستشار أحمد ملعبة. بروفيسور، الحقيقة أنه هل في أوجه تشابه؟ إحنا استعرضنا الأحداث في فبراير اللي فات، شفنا زلزال تركيا وسوريا مأساوي جداً. ايه ابرز التشابهات والاختلافات مع زلزال المغرب الحادث بامس؟ نعم، اولا دعني اوضح نقطه قد تفهمها الجماهير، باننا بالفعل امام اكبر زلزال حصل في المغرب خلال المئويه الاخيره. النقطه هنا جدليه، لان زلزال اغادير كان فيه ضحايا من 12 إلى 15 ألف، الرقم الرسمي 12 ألف ضحية من الشعب المغربي الشقيق. والزلزال الثاني هو كان زلزال
مكناس او حسيمه غير عن مكناس، حسيمه في 2004 واغادير في عام 1960 او 65 على ما اعتقد، كان بمقدار 6.8. فلماذا هذا الزلزال الذي خلف ضحايا اقل هو الاعنف؟ لان قوه الزلزال 7.2، ولكن مقارنه بالزلازل الاخرى 5.8 او 6.3 في الحسيمه واغادير، النقطه عدد الضحايا والكثافه السكانيه. اقليم حاوز هو اقليم ريفي، عدد سكانه بالكامل 500,000 مواطن، وبالتالي لم يكن هنالك لنقل خسائر كما هو معتاد في مثل هذه الزلازل كما لاحظنا في تركيا. فقط هذا للتوضيح. إذن هي قوة الزلزال وليس الخسائر، الخسائر كانت أكثر في أغادير، أكثر من 12,000. الآن مرة أخرى السؤال المهم جدا، ما هي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف؟ العامل المشترك هي الصفيحة الأوراسية أو الأوروبية الأسيوية، وهي صفيحة واحدة أو قطعة واحدة تكتونية تربط بينها جبال الأورال. هذه موجودة في شمال الكرة الأرضية، والحد الفاصل يقع في منتصف البحر الأبيض المتوسط. هذه الصفيحة تتحرك باتجاه الجنوب، أي باتجاه الصفيحة الأفريقية والعربية. اصطدام هذه الصفيحة مع الصفيحة العربية أدى إلى حدوث زلزال تركيا في صفيحة الأناضول الصغيرة المحصورة بين الصفيحتين العربية والأوراسية. هذا هو زلزال تركيا الآن قبل 8 شهور. الآن الزلزال الثاني كان زلزال المغرب، والعامل المشترك هو تحرك الصفيحة الأفريقية وليس العربية شمالا ضد الصفيحة الأوراسية جنوبا، وبالتالي حدوث زلزال إقليم الحوز في هذه المنطقة في مركز يقال له يغيل إذا صح النطق، وأرجو أن يصححني الأستاذ المغربي زميلي في اللقاء. الآن هذه الزلازل بالفعل كانت مأساوية، ولكن هل بالفعل هنالك تصعيد في وتيرة الزلازل على المستوى العربي؟ لا، أنا عندي سؤال ثاني بروفيسور أحمد قبل السؤال ده. هل نستطيع أن نرسم خط زمني، يعني نقول كل مثلا 10 سنين هيحصل زلزال، كل 20 سنة؟ أنا لاحظت أنه ما فيش ترتيب زمني، هو بيحدث في يعني بوتيرة ليست ثابتة. إلى أي مدى الكلام ده مظبوط؟ نعم أستاذنا الفاضل، هنا هذه النقطة صحيحة 100%. هل هنالك فترات تكرار أو فريكونسي محدد للزلازل؟ أبدا. عادة هنالك زلازل تحدث في أماكن ضمن نطاق الأحزمة الزلزالية الثلاثة، سواء حول المحيط الهادي أو في الحزام الألب إلى الهيمالايا، مرورا بالأطلس بجبال الأطلس في المغرب والجزائر وتونس، حتى جزيرة قبرص، ومن ثم تنطلق إلى جبال طوروس زاغروس وحتى هيمالايا، ثم تنطلق إلى أندونيسيا. هذه السلسلة الجبلية المتجهة من الغرب إلى الشرق بطول 7,000 كيلومتر، هذه أيضا نطاق زلازل عنيف، ويجاور المغرب من الغرب اللي هو متوسط أو وسط المحيط الأطلسي ميد أتلانتيك ريدج، وهو أيضا طاق زلزالي نشط. عملية تكرار الزلزال والفترات إحصائيا تم أخذ التسجيلات الحديثة، ولوحظ أن لا يوجد فترة زمنية مطلقة أو محددة يمكن التنبؤ بها بأن الزلزال هذا يحدث كل 10 سنوات، وإن كانت بالمصادفة أن الكثير من الزلازل مثلا في الأردن يحصل زلزال كل 100 عام كما حدث في صفد 1823، وفي أيضا نابلس 1927، ولكن الآن هل سيحدث زلزال بعد هذه المئوية؟ لم نظرنا إلى السجل الزلزالي قبل
هو 800 لغاية 1100 لم يكن هنالك زلزال كبير بمستوى الزلازل، فلذلك وضعوا مصطلح السايزميك جاب أو الفجوة الزلزالية أو اختفاء الزلازل خلال مثلا عقد أو قرن أو 10 قرون، فلذلك لا يوجد فريكوانسي ثابت أو سجل للزلازل. طب خليك معايا بروفيسور أحمد، أروح نعم. للأستاذ رشيد. أستاذ رشيد، الحقيقة الحديث حضرتك تطرقت إليه أنه ضرب منطقة جبال الأطلس، وقلت أنه صعوبة المنطقة دي تخلينا ما نطلعش على آخر التقارير. هل كانت برضو المنطقة وطبيعتها كانت برضو عائق أمام قوات الإنقاذ وانتشال الناس، أم أنه مناطق ومناطق يعني حزام 400 كيلو، هل برضو شكلت طبيعة المنطقة عائق أمام قوات الإنقاذ؟ فقط للتذكير، أنا من المنطقة، أنا من مراكش، يعني هذه منطقة مرت فيها طفولتي. فقط للتذكير، المنطقة التي وقع فيها الزلزال من أجمل المناطق الطبيعية في المغرب، في الجبال يعني أنا زعما قضيت ذكريات كثيرة في هذه المناطق، في الهايكين والسفر، لأنها جميلة وخصبة على المستوى الطبيعة. صعوبة الولوج أنها فيها طرق ثانوية، هناك طريق رئيسي يربط بين مراكش وأغادير، ولكن في المنطقة، منطقة الحوز كلها منطقة جبلية، يعني الطرق صعبة، ليست سهلة الولوج، هي عائق، ولكن هي التي سمحت بالحفاظ على جمال هذه المنطقة. الآن ما وقع، لما وقع الزلزال كل الطرق البسيطة والبدائية كان هناك سقوط للصخور، وبالتالي أصبح هناك صعوبة في الولوج، لأن كلها منطقة، مناطق جبلية فيها قرى، ولكن يعني من أجمل مناطق المغرب، لأن ليس فقط لأني أنا من منطقة مراكش، لأني نشأت في هذه المدينة الجميلة، ولكن لأن صعوبة الولوج تفسر أن الآن القوات الوقاية المدنية وكل الإنقاذ والمواطنين يساعدون في الإنقاذ، تتوضح الصورة مع الأيام. يعني النموذج التركي الذي أتيحت لي الفرصة أني واكبته عن قرب في فبراير، لما لاحظت في الأيام الأولى كانت الأرقام متواضعة، 5 أيام بعد الزلزال أصبحت تتغير، ولكن بأكيد أن الزلزال كان قوي، هناك دمار. المغرب لم يتعود على الزلازل، كان هناك زلزال في أكادير 1960، كان هناك آخر بالحسيمة 2004، ولكن هذه 100 سنة أكبر مرة، أكبر زلزال عرفه المغرب. طيب أروح للبروفيسور أحمد. بروفيسور أحمد، يعني الرجل الهولندي فرانك ده عامل مشكلة، وأنا سؤالي ليك بالبلدي كده، ما علاقة الأقمار والتقاء مش عارف أقمار إيه بإيه، كما ادعى الرجل ده كوكب عطارد وحسابات قمرية بتحدث ومن خلالها بروفيسور أحمد هو توقع حدوث زلزال، هل حسابات الهندسة القمرية دي زي يقول الباحث تقدر تدينا توقع عن قرب حدوث زلزال أو عن نشاط زلزالي؟ هذه الفكرة التي يطرحها هوجر بيتسا، ويسمى الخبير الهولندي، بحثت الحقيقة منذ زلزال الأناضول عن تاريخه العلمي. هذه المسألة بحاجة إلى علم، بحاجة إلى أوراق بحثية علمية محكمة يجب أن يصدرها، لا يوجد له أي سجل علمي، لا نعرف المؤسسة التي يملكها ويطلق عليها مؤسسة زلازل. بدأ بعملية حساب الاقتران الكواكبي وهندسة القمر، وهذه النظرية نظرية دعني أقول أنها عرفت من أرخميدس عندما قال أعطني مكانا أقف عليه أحرك لك الأرض، بدليل أنه كان يعرف أن الزلازل خارجة من نطاق الأرض إلى النطاق الكوكبي. نحن في المجموعة الشمسية لدينا كواكب، وهذه الكواكب لها مدارات، هل تؤثر الكواكب على بعضها البعض أو أنها وجدت لدمار بعضها البعض؟ هذه النقطة مهمة جدا. هوجر إنجاز التعبير والاختصار يتكلم بالإحصاء ويتكلم بطريقة ذكية جدا
يعني يضع 10,000 احتمال من أجل أن ننجح احتمال واحد. وبالتالي إذا نظرنا إلى السجل الزلزالي، هناك زلازل باستمرار. هوجر توقع زلزال الأناضول، طبعا كان هنالك مؤشرات تدل على التوقع وليس على التنبؤ، والتوقع يعني حدوث أو عدم حدوث، ولكن التنبؤ هو الحدوث، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بالزلزال. النظرية الكوكبية نظرية عاشت فترات كبيرة جدا. لو نظرنا إلى the effect of بروفيسور أحمد عسابين وكتاب جوبينير وأيضا زميله، قال أن كل ما يحدث في الشمس هو نتيجة الاصطفاف أو اتصاف الكواكب على خط واحد، بمعنى أن المدارات تصبح مثل الكرات على خط واحد فتعمل على إيجاد بقع الهيليوم في الشمس. واعتذر في النهاية لأن لم يجد أي دليل، عندما وضع في زاوية البراهين والأدلة لم يجد أي براهين ولا أدلة. نفس الشيء ينطبق على هوجر. هذه النظرية أيضا مطروحة منذ عام 2005 حديثا من 4 علماء من الهند، وهنالك لهم بحث اسمه البلانتري كونفيجريشن، التوزيع أو هندسية الكواكب، وأعادوا أيضا مرة أخرى كتابة أكثر من بحث، وآخرها كان قبل أشهر. وهنالك العالم العربي المميز الذي نحترمه ونجله قد نشر في عام 2021. من هو العالم العربي؟ من هو العالم؟ البروفيسور صالح عوض من جامعة بغداد، وهو زميل وصديق في هذه الجامعة، وكتب أيضا عن السولار ألايمنت أو الاستفاف النظام الشمسي وتأثيره على الأرض. طبعا نجح له توقع في جبال طروس زاغروس في زلزال، ولكن لم يقل عن زلزال الأناضول، والآن يضع الجهد الكواكبي على أن كان هنالك مجموعة تواريخ منها تاريخ 29/8 الذي أكد عليه هوجر وقال أن زلزال كبير سيحدث في منطقة ما. لم يحدد هذه المنطقة، لم يحدد قوة الزلزال، لكن أعتقد أن علينا أن نعطي فرصة لعالمنا العربي صالح عوض من خلال مؤتمر. كنا قد تحدثنا اليوم بخصوص الجيولوجيا الفلكية نعقد في عمان ليحضروا المختصين الفلكيين. حركة الكواكب حركة دقيقة جدا، ولولا أن هذه الحركة محسوبة لما نزل رواد الفضاء على القمر أو على المريخ الآن، ولا المركبات الفضائية، لكانت هباء منثورة وكانوا لا يجدوا مكان لينزلوا عليه. إذن أين ناسا من هذا الموضوع؟ لماذا لا تتكلم ناسا عن الجهد الكواكبي، عن كتلة الكواكب، عن جذبها لبعضها البعض؟ أين وكالات الفضاء؟ أين المختصين في علم الفلك؟ لماذا لم يناقشوا هذه النظرية؟ هل بالفعل يعتبروها أنها أوهام أو تأويلات؟ وبالنسبة لهوجر الآن هناك موجة في العالم على أنه دجال ويشتغل بالتنجيم والخرافات. لكن أنا يمين أنت، أنا يمين رأي حضرتك يا أستاذ أحمد باعتبار حضرتك عالم من علماء العالم. أنا أقول لا، أكرمك الله، لا يمكن أبدا أن أخذ بهذه النظرية مطلقا، وأنا أعتبرها هي إمساكية كما نحدد إمساكية رمضان، الموعد الإمساك وموعد الإفطار. إذا أعطونا لستة وقائمة بالزلازل التي ستحدث كل شهر كل يوم حتى نصدقكم. يعني حضرتك كعالم الزلازل كعالم بتعتبر أن هذا الكلام أبداً خارج الإطار العلمي؟ أبدا لا أثق بها، وستثبت الأيام أن النظرية هي نظرية بدون برهان، وأنها أفكار قد تصيب بالصدفة. ومصطلح الصدفة هنا أو الطفرة، نعم، هذا لا يمكن الأخذ به علميا. وإذا صح كلام هوجر أو صديقنا، وأنا أثق به أنه لا يعرف ما لا يعرف، البروفيسور صالح عوض، يجب أن نرشحه إلى جائزة نوبل، وبذلك يحل مشكلة البشرية من الكوارث الطبيعية، ونخرج الناس قبل بثلاث أيام حسب ما قال العلماء الهنود في بحثهم الذي يتعلق في ذلك في 2000
وخمسة قالوا أن قبل ثلاث أيام قادرين على تحديد الأماكن، ولكن هذه الزلازل عصفت بأندونيسيا قبل يومين بثمانية على مقياس ريختر، واليوم على ستة بمقياس ريختر. أين هوغر وأين أصحاب النظريات هذه؟ طيب إذن نحن أمام تأويلات وليست أفكار علمية. طيب خلينا نروح للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، حجم الخسائر قدر ب 2% من الناتج المحلي للمغرب. النهاردة كان في خبر 22 أسف، كان في خبر النهاردة بأنه الملك المغربي شكل لجنة وزارية لإعادة إنشاء الأماكن المتضررة. الأماكن كثيرة جدا، هل تعتقد أن اللجنة الوزارية تستطيع تعويض أو إعادة بناء هذه المناطق اللي على مساحة 400 كيلومتر تقريبا؟ أستاذ رشيد، أظن أن المغرب أن الملك أنشأ لجنة لتتبع آثار الزلزال، وتم إنشاء لجنة وزارية تشمل كل الوزارات لمتابعة آثار الزلزال وإعادة الإعمار. بصراحة أتيحت لي الفرصة بمتابعة الزلزال بتركيا عن كثب، لأن حتى المغاربة كانوا قاموا بمبادرة لدعم ضحايا الزلزال، وأتيحت لي الفرصة ذهبت إلى مكان الزلزال في منطقة هاتاي. بصراحة عندما ترى هول الزلزال وأثره، بغض النظر على النقاش الصحفي أو الإعلامي، فأي دولة كيفما كانت قوتها لا تستطيع أن تواكب عملية الإعمار. الحل هو أنه يكون مبادرة حكومية، مبادرة عمومية، ولكن هذه الكوارث الكبيرة هي فرصة لتفتق المبادرات الفردية والوطنية لدى الشعوب، لأن كل الزلازل يكون لديها تأثير على الدخل، على الجي دي بي لكل دولة، تركيا، إندونيسيا، اليابان، هايتي، كل الدول التي تعرضت للزلازل. الآن التحدي هو كيف تكون شراكة بين المبادرة الحكومية التي ستعمل لأن لديها الجيش، لديها الإمكانيات، وكيف يكون المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة قادرة لتكاتف الجهود على مستويين. هناك التدخل السريع الآن، انتشار الضحايا قبل ثلاث أيام بعد الزلزال. المرحلة الثانية هي كيف يكون استتباب الأمن ومنع انتشار الأمراض، لأن هذا من الأخطار الأولى التي تكون بعد الزلزال. دوك عندك جانب الصحة، من بعد الأمان، من بعد الحاجيات الرئيسية يعني الأكل، والناس يكونون في العراء. يعني الآن تحدي الإعمار يطلب الوقت. التجربة التركية أو التجربة اليابانية أو الدول الأخرى هو كيف أنك تعمل خيم أو كونتينر لكي تعود الحياة بشكل تدريجي، بشكل تدريجي. وبالتالي بصراحة أنا أظن أن نقاش عقيم أن بعد كارثة هي فقط مسؤولية الدولة. بصراحة يعني حتى الدول القوية التي لديها جيش وإمكانيات تقف دائما عاجزة أمام الكوارث الكبيرة. نموذج الأمريكي أو نموذج الياباني عبر تسونامي، أو ألمانيا، أو كل ما يتعرق فيضانات بأوروبا. الآن تحدي كيف أنك تيسر وصول الإعانات بالدولة، لأن لديها القوة العسكرية واللوجستيكية، وفي نفس الآن تساعد أن يكون هناك المبادرة الخاصة والفردية، إضافة إلى الدعم الدولي، لأن هذه فرصة للدعم، بدليل أن الآن هناك دول الآن. طيب ما هو ده بقى السؤال الثاني يا أستاذ رشيد، بس خليني أروح للبروفيسور أحمد، لأنه يعني أنا نفسي أعصر الأستاذ أحمد، البروفيسور أحمد، القصة دي. الله يعينه. والله يبدو أنه هو هيبقى أستاذ رشيد هيبقى ضيفنا الدائم. يعني السؤال اللي جاي ده، أنه يعني حسب الجيولوجيين، فإنه زي ما هو قال البروفيسور أحمد، في تحرك في الصفيحة الأوراسية والصفيحة الإفريقية، وهذا ما أكده البروفيسور أحمد. ده يخلينا نسأل بمناسبة الصفيحة الإفريقية، هل يعني مصر وشمال إفريقيا بعيدة عن تلك الصدمات في الصفائح؟ وخاصة أن في خبير لCNN قال أن شمال إفريقيا معرض للزلازل، إلى أي مدى الكلام ده مظبوط؟ نعم بالتأكيد. يبقى احنا هنستضيفك كتير يعني. أنا بالخدمة وأتشرف. ربنا يحفظك، ده شرف لنا احنا يا فندم. يعني أنا تكلمت منذ البداية أنني سعيد اليوم بالرغم أنني كنت مشغول إعلاميا، ولكن أسرعت من أجل أن ألحق اللقاء، حتى كان لدي
يعني توجس من أن لا يكون هنالك ربط، حتى كانت في مشكلة في السكايب. الآن موضوع هل هنالك آثار على الدول ما نسميها الآن نورث أفريقيا، شمال أفريقيا؟ نعم، لأنها هي على الحدود المواجهة مباشرة للأوراسية، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كلها على مواجهة مباشرة مع الصفيحة الأوراسية. نحن في هذه المنطقة، وقد بدأت أن ربما تتذكر زلزال مصر الذي حدث في القاهرة، وأعتقد أنهم امتد في الإسكندرية، هل تذكر ذلك الزلزال؟ طبعا طبعا، أنا عشته يعني. نعم. إذن الزلازل، مصر ليست بعيدة عن الزلازل، شمال أفريقيا، الدول العربية في شمال أفريقيا ليست بعيدة عن الزلازل. ولنستذكر الزلزال الكبير في منطقة شلفت أو التي كان اسمها أصنام في الجزائر سنة 1980، واليوم نحن أمام زلزال في المغرب. إذن تمشي هذه السلسلة، وحدث زلزال أيضا في الجزائر. لا أريد أن أعطي لستة بالزلازل، فقط أريد أن أذكر ببعضها، لأننا أمام معضلة الفناء، معضلة الفناء. هذه حروب، حروب الزلازل. اليوم نقول أن لدينا 2122 ضحية victim في المغرب، هذه النفوس البريئة الطاهرة الزكية التي ذهبت إلى مقعد صدق في عليين. نلاحظ أنها أكثر من خسائر الحروب. عندما نقول أن زلزال في الصين ضرب في القرن 18 أدى إلى مقتل 1,000,000 إنسان، هذا رقم قد لا نجد في الحروب، ولا في القنابل الذرية، ولا في الحروب الشرسة التي تستخدم فيها أفتك أنواع الأسلحة. إذن نعم، هذه المناطق في شمال أفريقيا بالفعل أمام تحدي، أنها في مواجهة أمامية مع الصفيحة الأوراسية. وكما أسلفت، هذه الخط الذي يقسم أو ينصف البحر الأبيض المتوسط هو الحد الفاصل، والذي يمر بقبرص ثم مضيق جبل طارق ويصل إلى منتصف المحيط الأطلسي. هذا الخط شماله تكون الأوراسية وجنوبه تكون الصفيحة. ده معناه أنه، بس كانوا بيتكلموا على أنه ربما تنفصل سيناء. نعم نعم، هذا المشهد سيحتاج إلى يعني جيولوجيا إلى ملايين السنين، لن يكون بين ليلة وضحاها أو ضمن التاريخ البشري المعدود بعشرات أو السنين أو القرن، 100 عام متوسط عمر الإنسان 7 عقود، يعني لن يكون ضمن حياة الإنسان الحالي. الآن إذا نظرنا إلى خليج السويس وإلى خليج العقبة ثم نظرنا إلى البحر الأحمر كاملا، نلاحظ أنه إذا عدنا هذا البحر بضمه إلى بعضه بعضا، الضفتين الشرقية والغربية سواء في السويس أو في خليج العقبة أو في البحر الأحمر، ستنضم وستصبح عبارة عن خطوط. لماذا الآن يتسع البحر الأحمر بمعدل 5 سنتيمتر سنويا؟ لأن الصفيحة العربية تتحرك إلى الشمال الشرقي ابتعادا عن الصفيحة الأفريقية، وإذا استمرت حركة الصفيحة الأفريقية شمالا والصفيحة العربية باتجاه الشمال الشرقي، وأحيانا يحدث لها عملية دوران بسبب تصادمها مع الهندية إلى الشمال الغربي، سيكون هنالك انفصال، سيحدث هنالك انفصالين. الانفصال الأول هو ابتعاد سيناء عن مصر، والانفصال الثاني ثلث القارة الإفريقية ستبتعد عن أمها، وستكون عبر فالق كينيا في بحيرة فيكتوريا ومتفرعيه، متفرع إثيوبيا أو الحبشة ومتفرع البحر الأحمر. كل إثيوبيا وثلث أفريقيا تقريبا يعني 30% ستنفصل خلال 5,000,000 عام عن القارة الأم. طبعا هذا على مستوى
أفريقيا نجد والحجاز، هنالك انهدام نجد، وهذا انهدام نجد أو الحجاز، نجد والحجاز في السعودية في الجزيرة العربية مؤكد أنها ستنفصل عن بعضها البعض. إذن هذه حركات تكتونية، لو نظرنا إلى التاريخ الماضي للأرض سنة الأرض بغير هذا الشكل، كانت الصفيحة العربية أو الجزيرة العربية ملاصقة للصفيحة الأفريقية. ولقد ذكرت لحضرتكم سابقا وأنتم نحات شهير وسألتموني عن صهور الجرانيت، قلت هذه الجرانيت أو هذا الجرانيت الموجود في الدرع العربي النوبي هو ابن واحد أو توأمان، توأمان توأم في شرق البحر الأحمر في السعودية في الدرع العربي، والتوأم الثاني في الصحراء الشرقية المصرية إلى الغرب من البحر الأحمر. فلذلك قديما كانت كلها متصلة مع بعضها البعض، ونفس النشأة ونفس الظروف التي حصلت في تكوينها وأعطت هذا الدرع أو الصخور الجرانيتية. حضرتك تحدث عن جبال البحر الأحمر اللي هي منطقة السعودية من أول الخليج لحد اليمن. نعم، مع مصر الصحراء الشرقية المصرية، هذه كتلة واحدة كانت منضمة إلى بعضها وانفصلت بهذا الشكل. فابتعدت عن بعضها البعض. إذا أخذنا عينات من الشرق ومن الغرب سنجد أننا أمام نفس العمر ونفس أنواع الصخور. طيب خلينا أروح للأستاذ رشيد. أستاذ رشيد، استطاع أنا بكلم إعلاميا، استطاع الأتراك أنهم يعملوا حملة إعلامية قوية للتضامن مع زلزال تركيا وسوريا، ورأينا تضامن دول وتضامن، هل تعتقد أنه الصحفيين المغاربة الآن أمام امتحان قوي جدا عليهم؟ أنا لا أقول أنهم يستغلوا، ولكن أقول أنه يستطيع أنهم ينقلوا أو يشكلوا حركة إعلامية في العالم كما فعل الأتراك أثناء الزلزال بتاعهم. أظن فقط للمقارنة بين تركيا والمغرب، تركيا هناك ثقافة زلزال إذا صح هذا القول، لأن البلاد من اعتادت زلازل قوية، خاصة زلزال إسطنبول في 1999. هذا شكل نولج لدى الأتراك للتعامل مع الزلازل، وكذلك ما يقع في إسطنبول. أنا أعيش في إسطنبول منذ 2018، ابنتي تدرس في المدرسة كيف تتعامل مع الزلزال، دائما هناك حملات في أين أسكن، هناك معلومات كيف تتعامل مع الزلزال. يعني أنا كمقيم بمدينة إسطنبول هناك تكوين وتدريب على كيف تعامل مع الزلازل، لأن تركيا بلد لديها كما قلت إن صح التعبير ثقافة الزلزال. بالنسبة للمغرب، كان هناك زلزالين قويين، 1960 بأكادير وبالحسيمة 2004. يعني هناك ثقافة أننا لم نكبر مع الزلازل، وبالتالي هناك ضعف في التعامل وفي الثقافة العامة. هذا أظن طبيعي، لأن ليست لدينا ثقافة زلازل لأننا لم نتعرض إلى زلازل. الآن بغض النظر على الصحفيين، هناك ديناميكية للنقل لما يقع في الزلزال عبر تيك توك، تويتر، إكس الآن، وفيسبوك. يعني لا نحتاج لإعلام تقليدي أو الصحفيين أو الوسائل التقليدية. الآن هناك نسبة انتشار الانترنت جد قوية بالمغرب، حتى بالمناطق الجبلية، لأن هناك الانترنت من الجيل الرابع، نسبة تغطية إلى أكثر من 98%، يعني انتشار قوي للتكنولوجيا. وبالتالي الآن عندما تفتح فقط تيك توك وتعمل مراكش زلزال أو المغرب زلزال، ستجد شهادات مباشرة حتى لما وقع للزلزال بشكل مباشر. دونك أنا لا أظن أن ما وقع هو فرصة للإعلاميين، بل هناك صحافة. لا أقول فرصة عشان لا عشان بس يتفهم كلامي صح، لا أقول أنها فرصة لركوب ترند، ولكن فرصة للتضامن، لخلق حالة تضامن عالمية. أكيد أكيد أكيد. أنا لا أقول لك أنا اللي إيجابي بصراحة، يعني المغرب من الدول التي تتوفر على جالية مغربية قوية في العالم، بأوروبا، بآسيا، بأمريكا، بكندا. أنا ما لاحظته أنه الآن في نفس للتضامن رهيب، يعني تحس بأن في قدرة للتضامن قوية. لأن حتى فقط لمعلوماتك، أول مصدر للعملة الصعبة في المغرب هي تحويل
تحويلات مغاربة العالم. والآن عندما تذهب إلى بلاتفورم الكراود فاندين تجد أن هناك العديد من المغاربة والمتعاطفين مع المغرب الذين فتحوا صناديق بجمع التبرعات بآلاف وآلاف اليورو والدولار. أظن أن أنا أتفق معك سيد رشيد بأنه المغرب تحتاج الآن إلى تضامن شعبي وايضا تحتاج ودولي تحتاج الى تضامن دولي، لانه هذه مساله اكبر من قدرات اي دوله اخرى. هذه كيف تقول الاغنيه اللي عملت هذه شده وتزول، كيف تقولوا؟ ايوه شده وتزول ان شاء الله، ان شاء الله هتزول. ان شاء الله انا نقول لك بصراحه الان يعني انا كمغربي، لان انا عائلتي بمراكش يعني في اتصال بشكل يومي، والان هناك تدخل للجيش للوقاية المدنية، محاولة تدخل المواطنين بشكل بدائي لكي يقوموا بالإغاثة. في نفس الآن هناك زخم دولي على مستوى الأفراد والجالية. على المستوى الدولي الآن المغرب فتح لبريطانيا، الإمارات، قطر. أظن في جزء من أن فتح التعاون الدولي يكون لتوفير بيئة لاحتضان المساعدة الدولية، ولكن أظن أن المغرب لديه ثقافة الانفتاح، يعني من أكبر الدول العربية الآن التي تستقبل المنظمة الدولية والمجتمع المدني الدولي هو المغرب يعني. طبعاً. يعني الآن كل المنظمات الدولية النشيطة متوفرة على فروع بالمغرب. وصلت. جانب آخر أن المغرب اعتاد على ثقافة التعاون الدولي، ليس لديه عقدة بصراحة، يعني هذه مش لغة خشب أو لغة مخزنية، يعني هناك ثقافة، لأن احنا دولة سياحية، يعني رأس مال المغرب هو السياحة، يعني الانفتاح على العالم. أظن أن الآن هناك يعني مصاب جلل، عندنا ثقافة مصاب جلل كالموت، يقع لك بحالة واحد نوع من التقوقع طبيعي، لأن تحاول أن تسترد لا وهيسترد المغرب. وأظن أن الإعمار حتى الآن، تركيا مؤخرا حصلوا على مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإعمار. يعني الإعمار ولو أن يكون عندك اقتصاد قوي تحتاج إلى الدعم صحيح الدولي. لأن دي أزمة أكبر وتفوق إمكانية أي دولة. الصحفي المغربي وأي أي أي لا وأي يعني أي خطاب يحاول أن يضخم من قدرة الدولة على مواجهة الزلزال لوحدها هو خطاب يعني ديماغوجي، أو أي خطاب يريد أن يقول أن الدولة وحدها لا تكفي. كذلك أنا أظن بالعكس هذه فرصة للعمل. أنا حتى متطرف، لأني بصراحة أنا أتيحت لي زيارة مكان زلزال يعني هاتاي، وأقول أصدقك القول، في الأيام الأولى لما عدت لم أعد أستطيع أن أنام، لأن تذكرت القبور الجماعية، منظر القبور الجماعية وهول الزلزال. أظن أنا بشكل متطرف الآن الساعة للعمل لا للمحاسبة ولا للنقاشات العقلية.